استاهل تركي والله. استاهل الطيب جنادك. لك طقوس يا ابو عيد رجيت تكتب القصيد؟ والله انا طقوسي اني اول شيء ما اكتب القصيد وانا جالس، لازم ادرج وادور ادور، وما احب اكتب الشعر قبل انام لانه يتعبني ويخليني ما انام. فواللي يشوفني فعلا اذا كتبت شيء عن حزن وكذا اللي يشوفني يعتقد اني حزين باللحظه اللي انا اكتبها. يعني القصائد كلها حزينه باللحظه اغلبها يعني. انا اعلمك شعور القصيده اللي اكتبها اعيشه واتقمصه وانا جالس اكتب، فاللي يمرني يعتقد اني حزين يقول هذا وشبه يعني وجهه ليش زي كذا، لاني اكتب اعيش الشعور هذا واغرق بالفكره والتفاصيل واكتبه. لكن انا ما اعطيت الشعر مجال نفسي اكبر يعني من اللازم، وللامانه هو يعني جزء من روحي، لكن انا الجزء هذا مبتعد عنه شوي واهمال مني، رغم انه الشاعر حق عليه انه يكتب الشعر ويفرغ الشعر هذا اللي داخله، لانه الناس لهم حق يسمعون، خاصه اذا كان الشيء اللي تكتبه جزل ويعني تنحت بالصخر، فيكون حق انك انت تطلع الشيء هذا. انا قلت لك اني ما اعرف اكتب وانا جالس، لو الظهر واذا كان الجو حار يدور بالمجلس ولا بالغرفه لما اخلص يعني. بس اشوفك تكتب يعني ما تطول الابيات اكثر من 6-7. والله شوف انا بالنسبه لي اقول انه الشعر ما هو على عدد الابيات، الشعر على حبكته والحبك والسبك. فما في فايدة تكتب 18 بيت ويكون 3/4 القصيدة حشو، حالة تكون مطلعة وقفلته على نفس القوة ولي قصايد طوال. لكن هنا مثلا الوقت يكون مثلا ضيق وتعطي مساحة للشباب وتعطونا من الناس اللي ما حفظ، فأعطي مجال غيري وآخذ بعين الاعتبار أن أنا رجال ما أحفظ، عرفت يعني قصايد أنا ما أحفظها. يعني أنت تعمد أنها تكون قصار؟ مو تعمد أني أكون قصار. أنا الحين تسألني مثلا وش القصايد اللي عندك كذا أنساها، يعني شفت الدفتر هذا ترى ممكن شو ما شاء الله مليان قصايد، ما يجي ربع قصايدي، فهمت؟ لأنه أنا بنفسي اللي محافظ. واليوم حنا بعصر التطور وعصر التقنية، كل شيء بالجوال موجود ومحفوظ، فلو سألتني عطول رجعت. فعشان كذا دائما البرامج حتى عودتنا أنه تكون مختصر. عندك مثلا سعد بن جدلان الله يرحمه، من عيون من يعني من اكبر الشعراء وقصايده من عيون الشعر، يعني ترى يكتب على الشيء القصير وكذا، ويكون حكمه ويكون يعني قريبه وسهله انك تلقيها وسهله تحفظها وتكون مختصره وعميقه بنفس الوقت. صح. فهذا يعني فن قليل ما يبدع. ما شاء الله عليك يا ابو عيد، الله يطول عمرك. الاسترسال ولا في القصيد، لكن بجيك بعود ابدا بجيك. ابو عبد الرحمن يا مرحبا.